الأحوال المصرية. خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه والذي يوافق 22 من شهر مارس من كل عام، وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي يشدد على ضرورة التكاتف بين كافة الشركاء من دول حوض النيل والعمل من أجل بناء السدود وتوليد الكهرباء دون التأثير على حصة مصر من المياه بأي شكل. التفاصيل في لقاء الزميل عاطف عبد الشافي. الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تشارك مصر دول العالم الاحتفال بيوم المياه العالمي، ما هي دلالة هذه المشاركة في هذه الاحتفالية؟ هي الاحتفالية ديت بتعطي رسالة قوية جدا بأن مصر بما لديها من تحديات مائية وندرة مائية في ظل زيادة الطلب على المياه ووجود فجوة مائية كبيرة جدا ما بين الطلب والموارد المتاحة، هي بتقول للعالم كله احنا موجودين هنا في تجمع كبير جدا في شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي والدول الجهات المانحة الأخرى، وأيضا في المحافظين وفي الوزراء، على أساس يتم التعاون الداخلي لتعزيز وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة، والبحث وأيضا هيبقى في أيضا ابتكارات وتكنولوجيا حديثة لتطوير استخدامات المياه وتعزيز استخداماتها بشكل كبير جدا.